مساحة للرأي، أهلا بكم. تدخل الأزمة اليمنية عامها التاسع في ظل عدد من المتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية خلال الفترة الماضية، والتي شكلت انطباعا بأن الأزمة اليمنية قد تشهد منعطفا مغايرا في ظل تكثيف الجهود الإقليمية والدولية نحو حلحلة الأزمة. لقد أصبح تحقيق السلام هو خيار إجباري لا بد منه لإنقاذ البلاد والخروج من أزماتها المتراكمة وتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الأكبر على مستوى العالم. ووفقا للأمم المتحدة، فإن أكثر من 21 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام، فيما يعاني أكثر من 17 مليون يمني من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. حول تطورات المشهد اليمني يدور حوارنا مع الكاتب الصحفي بالأهرام الأستاذ محمد حافظ. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. الأزمة اليمنية بتدخل في العام التاسع، وطبعا في تراكمات يعني عديدة. الأزمة في البداية كانت يعني مقارنة بما في الأزمة الآن يعني تفاقمت بشكل أكبر، وصلت لأزمة في الغذاء، أزمة في الطاقة، أزمة في الأمن. العديد من المواطنين في الأمن في اليمن لا يشعرون بالأمن ولا يشعرون بالأمان نظرا لوجود حروب وصراعات داخلية وفرق وطوائف والعديد من الصراعات الداخلية. كيف تصف المشهد الآن بعد مرور 9 سنين على هذه الأزمة؟ بالنسبة للوضع الموجود حاليا في اليمن على الأرض من 9 سنين، من أحداث فبراير سنة 2011، فاليمن بقت فيها أكتر من حكومة، أكتر من جيش، أكتر من رئيس، أكتر من قوات مسلحة، أكتر من بنك مركزي. القوات الحوثيين بيستولوا على حوالي 23% من مساحة الأراضي في الشمال، الحكومة الشرعية حوالي 60% من الأراضي في الجنوب، المجلس الانتقالي حوالي أكتر ما يزيد عن 16%، القوات المقاومة الوطنية اللي موجودة في تعز بقيادة طارق حمد عبد الله صالح ابن شقيق الرئيس السابق حوالي 2% من مساحة الأرض. فبالتالي عاد في عدد من أكتر من 4 أطراف، وهذا الأربع أطراف دولك بيخضعوا لهم حلفاء داخليين ولهم حلفاء إقليميين ولهم حلفاء دوليين، وكل ده بينعكس الصراع المستمر ولم يهدأ خلال 10 سنين أو 9 سنين اللي فاتت، انعكس على حياة المواطن. ما فيش الموظفين الحكوميين في اليمن ما بيقبضوش رواتبهم، المرأة بتتعرض لجوع وفقر ومرض، الأطفال أكتر من 17 مئات عشرات الالاف من الاطفال ضاحوا ضحايا الحرب ما بين ضمهم في القوات المسلحه والحرب المشتعله، سواء انعدام امن غذائي، سواء انعدام خدمات صحيه، سواء انعدام خدمات ثقافيه او تعليميه. كل البلد في حاله انهيار وضياع كامل، وده كله بسبب ان كل فريق من الفرق الاربعه الموجودين على ساحه الارض له اجنده سياسيه تمام بيسعى لتحقيقها على حساب المواطن، ما يهموش على حساب الدوله، ما يهموش، اهم حاجه انه يوصل لغايه المبتغى. نعم. سنتابع الان تقرير مع حضراتكم، نتعرف اكثر على الوضع الحالي في اليمن ونعود مره اخرى. منذ أشهر تتواصل الجهود الدبلوماسية المرتبطة بملف الحرب في اليمن وإيجاد حل لها بانتظار الوصول إلى سلام يضع خاتمة الصراع ومأساة إنسانية عميقة دخلت عامها التاسع. لقاءات وزيارات مكثفة يجريها مبعوث الأمم المتحدة هانز جودنبرغ في عاصمة دولية وإقليمية كان آخرها الرياض ومسقط للدفع بمشروع السلام في اليمن والعملية السياسية المنبثقة عنه. ترتيبات جديدة أعلن عنها من قبل المبعوث الأممي تضم تصورات لحلول سيتم طرحها على ضوء ما ستسفر عنه الجهود السعودية العمانية ومفاوضاتها الجارية مع جماعة الحوثي للتوصل إلى هدنة لمدة 6 أشهر وبناء جسور الثقة بين الأطراف المتصارعة. في السياق ذاته رجح مصدر حكومي يمني طرح الأمم المتحدة قريبا خطة جديدة للسلام، حيث بدأت جهودها منفصلة عن الجهود الإقليمية لمحاولة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإجراء مشاورات حول الجوانب الاقتصادية والعسكرية قبل الانتقال إلى مفاوضات تقاسم السلطة. ومن المنتظر أن يقدم المبعوث الأممي خطته للسلام بعد جولة لقاءات أجراها في الرياض مع رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي
السفير السعودي لدى اليمن وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. كما ستشمل القوى السياسية اليمنية تطورات أعقبت تهديدات حوثية بتفجير الموقف داخليا وخارجيا إثر جمود المفاوضات مع السعودية، لكنها وفق مراقبين محاولة لفرض شروط جديدة وتحقيق مكاسب أكبر في ظل تأكيدات أممية بأن الجهود مستمرة ما لم يصرح أحد الأطراف بفشلها. فهل تسدل الترتيبات الأخيرة الستارة على صيغة سلام توافقية توقف الحرب العبثية وتكتب النهاية لكارثة إنسانية، أم أن الأطراف اليمنية لم تثبت بعد جاهزيتها للسلام لتبقى حرب اليمن أمام سيناريوهات مفتوحة ومستقبل مجهول؟ عدنا مرة أخرى مشاهدينا، يعني التقرير حتى بيلخص الوضع الحالي في اليمن واهتمام الدول في العالم سواء كانت الأمم المتحدة أو السعودية أو غيرها من الدول، اهتمامهم بشكل كبير باستقرار الوضع في اليمن. وحتى يعني العنوان الرئيسي كان أنه هو اختيار إجباري وليس ليهم يعني حرية الاختيار، لأنه لازم يكون اختيار إجباري بفرض السلام الداخلي داخل اليمن حتى تستقر حتى الدول المحيطة بها أكثر. كيف ترى الدول الغرب يعني تدخلها ومساعدتها أيضا؟ أولا بالنسبة لفرص أو جهود تحقيق السلام في اليمن، هو بالأساس يخص اليمنيين في الأول. إن لم تكن الرغبة أو الرغبة متوفرة لدى اليمنيين أنفسهم تمام للتقارب والتسوية السلمية ما بينهم تمام، لن يمكن أن لا يمكن لأي دولة من الأطراف سواء دولية أو إقليمية تمام أنها تفرض السلام عليهم. وده حصل في خلال 9 سنين اللي فاتت، انتوا واخدين بال حضرتك ان حصل اكتر مبادره للسلام. بدات اول حاجه في السويد، وبعد كده في الكويت، وبعد كده في ستوكهولم في السويد في 2019 تمام، وتطرق ليها بعض دي على مستوى الدولي على مستوى الامم المتحده. اما على مستوى الاشقاء العرب فعمان دخلت في مبادره سنه 2015، بعد كده 3 مبادره في 2021. في الوقت الراهن 3 مبادره بعد تحقيق المصالح بعد التسويه والاعلان عن التسويه الايرانيه السعوديه، على ان على اساس ان هيكون لها انعكاس على الاطراف السياسيه داخل اليمن للتقارب، وان ايران هتضغط على الحوثيين على اساس ان هم يقتربوا على اقتراب منهم على اساس مذهبي. فايه اللي حصل؟ اللي حصل في خلال الفتره اللي فاتت ديك في وفد سعودي عماني زار صنعاء، التقى مع رئيس المجلس الاعلى مهدي المشاط الحسين، التقى مع رئيس المجلس الحكومه الشرعيه رئيس المجلس الرئاسي رشاد دكتور رشاد العليمي، وقال وضعوا خطه لتحقيق السلام لجهود السلام. الخطه دي هتبدا اول حاجه تبادل الاسرى، هتبدا وضع اسس للبناء عليها، فتح الممرات الدوليه، فتح مطار صنعاء، فتح الممرات الدولية زي ميناء الحديدة، ميناء المكلا، صرف رواتب الموظفين، وبعد كده يبدأوا 3 شهور تانيين لعمل تسوية سياسية، بعدها 2 سنين لتسوية عسكرية ما بين الدولتين تمام. ولكن ايه اللي بيحصل لحد النهارده؟ حصل المقابلات دي من شهر 3 من شهر 4 من 10/4 لحد النهارده، ولكن لحد النهارده لم تسفر عن شيء. ليه؟ لان الحكومه الشرعيه اللي بتمثل فيها الدكتور رشاد العليم بتقول ان اساس اي مصالحه مع الحوثيين ياتي من 3 اتجاهات: مخرجات الحوار الوطني، المبادره الخليجيه، قرار مجلس امن 2216. في المقابل الحوثيين بيقولوا تمام احنا تمام، ايه بيقولوا ايه المخرجات وبتقول ايه الحوار الوطني، بيقول ايه قرار 2216، ايه طلباتهم الحوثيين؟ ما انا وجاي لحضرتك بيقولوا بتقول ايه ال3 حاجات دول؟ بتقول نزع السلاح تمام للطرفين، الانضواء كحركه سياسيه، لا مش للطرفين، للحوثيين فقط، للحوثيين لانها حركه مسلحه، انما دي حكومه شرعيه هي الدوله حقها ان يكون عندها اسلحه لازم فمن عندها جيش وشرطه يبقى ده منوط بالحكومه الشرعيه صح. انما ما خلاف ذلك فهو يعتبر خارج الشرعيه، فبالتالي عشان الشرع ده يبقى لازم يخش في انضواء اما حزب سياسي اللي هو حزب الحق اذا ما كانوا موجودين، او من خلال تمام حركه سياسيه او جمعيه سياسيه الا كان، ولكن نزع السلاح تمام، الخضوع للتسويه السياسيه، التخلي عن المناره، رفع ايدهم عن المناطق المحتلينها في صنعاء ومحيط صنعاء، رفع ايدهم عن المواني، رفع ايدهم عن الاقتصاد، توحيد البنك المركزي تمام. كل الحوثيين رافضين الكلام ده كله،
يقول لا احنا في مرحله جديده واحنا لازم بيشترطوا ان السعوديه تكون طرف في التسويه، بالرغم ان السعوديه وسيط، السعوديه اكبر داعم لليمن. لسه الفتره الاخيره وضع يعني لماذا الحوثيين يريدوا يعني الاحتماء في السعوديه والسعوديه رافضه ليهم؟ بشرعنوا وجودهم. ما السعوديه لم تعترف بهم، ولا السعوديه ولا الدول المجاوره ولا دول العالم معترفه بهم على الاطلاق. هم عاوزين يشرعنوا ده، عايزين يحتفظوا بسلاحهم، عاوزين السعوديه تكون طرف وسيط، عاوزين تطبيع العلاقات مع المملكه العربيه السعوديه، الحوثيين مش الدوله طبعا. فكل ده لسه في اجراء مشاورات ومدارات، ولكن هو في حد ذاته اجراء المشاورات، وفد سعودي عماني يوصل صنعاء ويوصل صعده ويلتقي مع الطرفين ويلتقي مع المجلس الانتقالي، يلتقي مع مفردات الخريطه السياسيه الموجوده، فده في حد ذاته خطوه مهمه. هل الحوار هو الحل ام ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه؟ ما احنا جربنا طبعا، الحوار هو الحل والتسويه السياسيه هي الحل، ولكن يجب على اليمنيين نفسهم، فرقاء اليمين نفسهم، ينظروا لمصلحه الوطن، ينظروا لمصلحه الدوله، ينظروا يحطوا امام اعينهم مصلحه المواطنين، وضع المواطنين النساء، وضع الدوله اللي انهارت، تمام، لكي يوصلوا الى التسويه السياسيه، ان هم على الاطلاق اذا رفضوا من خلال الحوار التنازل او الانسحاب لا يمكن الخوض في صراع عسكري، هو لازم يكون في تسويه سياسيه من خلال الامم المتحده، من خلال الفاعلين الرئيسيين، من خلال ايران انها تضغط على الحوثيين، من خلال الدول العربيه انها تدعم موقف السعوديه المساند لها لحل القضيه اليمنيه، تمام، لانها بتشكل خطر على العمق الاستراتيجي السعودي. اكيد. وانت لو شايف في خلال الفتره اللي فاتت في اتجاه جهة عربي لملمة الشمل العربي، سواء من خلال سوريا، سواء تسوية المشكلة في سوريا، سواء تسوية المشكلة في لبنان، سواء المباحثات اللي شغالة في السعودية لتسوية المشكلة في السودان، المباحثات اللي بتتم في جامعة الدول العربية، المباحثات اللي تمت في جامعة الدول العربية، وتخصيص بنود للفروع دي كلها، ان احنا بدأنا نجيب العراق تاني لمجلس جامعة الدول العربية، ففي تفيت تجاه توحيد الدول العربية، التوحيد لتسوية المشاكل امام انعكاس، وده كله بسبب انعكاسات الوضع الاقليمي للدولة. نحن نرى الان معظم الدول الأوروبية رافضة للمهاجرين ورافضة لمعظم الدول العربية اللي هجرت إليهم، وأوروبا الآن يعني تدفع الثمن لهذه الهجرة غير الشرعية، وخاصة سواء كان في إنجلترا، في ألمانيا، في سويسرا، العديد من الدول تعاني الآن من الهجرة غير الشرعية. هل تعتقد أن سيتم نوع من إيجاد حلول لهذه الدول التي تعاني من مشاكل عسكرية حتى يعودوا إلى أوطانهم مرة أخرى؟ هو المفترض أن الدول المعنية، الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، انها تدعم هذا الاتجاه، انها تحاول حل مشكلات الداخليه، تسويه المشكلات الداخليه سواء في الدول العربيه او في دول امريكا اللاتينيه، لان في اجراءات من امريكا اللاتينيه على المكسيك وعلى الولايات المتحده الامريكيه، تسويه هذه الاوضاع من خلال مبادرات قويه، مبادرات جازمه، من خلال مجلس الامن، من خلال المنظمات الدوليه الفاعله، من خلال حماية المواطنين داخل الدول نفسها اللي هم بيتعرضوا لانتهاكات داخل النزاعات المسلحة، توفير الغذاء، توفير الأمن، توفير التعليم، توفير الصحة، تمام، حاجات ملموسة تكون موجودة على أرض الواقع، فمن هنا هنحد الهجرة من خلال تسوية المشاكل الداخلية في هذه البلدان. اما خلال ذلك فالهجره مستمره، وكل يوم بنسمع عن غرق سفينه في الحته مكان الفلاني وسفينه في الحته الفلانيه، على سبيل المثال ما حدث في خلال الاسبوع اللي فات على السواحل الليبيه يعني. الان مشاهدينا نتابع مع حضراتكم الصحافه واهم ما كتبته الصحافه عن الوضع الحالي في اليمن، ونعود مره اخرى. في الشرق الأوسط، الدكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية أشار إلى أن جماعة الحوثي لا تسير باتجاه السلام ولن تقدم تنازلات من أجل الدولة والسلام، فهي ليست مهتمة باليمن كدولة ومجتمع ولا بالتنمية والتقدم، بل ببناء جهازها الموازي وتقويته وتوسيع سيطرتها وتحالفاتها. في العرب يرى خبراء في الشأن اليمني أن تعقيدات المشهد تجعل الجميع أمام معضلة غير قابلة للحل ولا التفكيك إلا بالحرب، وهو ما تريده جماعة الحوثي الانقلابية، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى حرب أهلية قادمة قد تتحول إلى حرب استنزاف طويلة، كما يتحول اليمن إلى أزمة منسية.
في البيان، الباحث السياسي اليمني الدكتور عبد العزيز جابر أشار إلى الفجوة الموجودة بين مواقف أطراف الصراع وتصوراتها لمستقبل اليمن، مبينا أن هذه المواقف من أهم التحديات أمام إحلال السلام، والتي تتمثل في تمسك الحكومة الشرعية بالقرار 2216 في حين ترفض جماعة الحوثي تماما تطبيق هذا القرار جملة وتفصيلا. وأخيرا، المحلل السياسي طارق الشامي في الغد أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على دعم الملف اليمني وإيجاد حل للأزمة، مشيرا إلى أن لقاء رئيس المجلس الرئاسي اليمني بوزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم واشنطن لحل الأزمة اليمنية. عدنا مرة أخرى مشاهدينا. الوضع في اليمن، يعني نريد أن نتعرف أكثر على الصراع الداخلي، وهو أهم مشكلة تعاني منها الآن اليمن. من هو الداعم للحوثيين؟ يعني 9 سنوات محتاجة دعم اقتصادي كبير، دعم مادي كبير جدا، دعم حتى أمني، يعني يكون مساند لهذه الطائفة أو هذه يعني الجماعة. من يدعمهم؟ أولا، الجماعة الحوثية بدأت تشكيلها من التمانينات، مطلع التمانينات، لما بدأ في على أساس مذهبي طائفي، وكانت إيران ورا الحوثيين، حتى وصلنا لحد الحروب الأربعة لو ما بين الحوثيين كجماعة تاخد بالك، وما بين النظام الحاكم في اليمن اللي هو ولى بعد أحداث فبراير 2011 تاخد بال حضرتك، فإيران بشكل أو بآخر على أساس إن الحوثيين عندهم ينتموا للمذهب الشيعي، المذهب الزيدي الشيعي هو أقرب المذهب الشيعي أكثر من قربه المذهب السني، فبالتالي هي جماعة طائفية تمام، عرقية تمام، لها أهداف سياسي ولها مشروع طائفي سياسي. دعمهم ذاتي يعني؟ لا مش دعمهم ذاتي، الإيران من خلال الإيران، الإيران ابتدى مش الحوثيين من 1981 ولما عملوا حزب الحق وبدأت حركة سياسية وبدأت. هل إيران تملك هذه الإمكانيات الضخمة؟ تملك إيران كل اللي أزرق، كما تمتلكها في العراق، كما امتلكتها في لبنان، كما امتلكها في فلسطين، إيران لها قدر. حتى كمان لما بنتكلم عن التسوية السعودية الإيرانية والناس كلها بتتكلم من انعكاساتها، وإن إيران هتضغط على الحوثيين ينصاعوا لتسوية للتسوية الداخلية، ولكن التسوية هتبقى بشروط، ولا يمكن أن نجزم أن إيران هترفع إيديها عن الحوثيين في أي مرحلة من المراحل. طب ما هي المنفعة التي تعود لإيران دفع هذه أو ضخ هذه الأموال الطائلة يعني لحدوث هذا الاختلاف داخل اليمن؟ الأزرع السياسية الإيرانية في المنطقة مع المستوى الإقليم هي أزرع قوة بتسندها في بتحطها على أي طاولة مفاوضات في المنطقة كلها في المستوى الإقليم، فبتقدر تضغط على السعودية، تقدر تضغط على مصر، تقدر توجه قبلة السياسة بتاعتها الدولية، تقدر تهدد المصالح الأوروبية والأمريكية أو الغربية بشكل عام في المنطقة من خلال هذه الأزرع. هل اليمن تملك هي أزرع مسلحة؟ طبعا. هل اليمن تملك بترول؟ طبعا تملك. غاز طبيعي؟ اليمن تملك تملك بترول، تملك ثروة معدنية، تملك من عدن، من الحديدة، من عدن بيض فاتح ما بين 3 ممرات دولية على مستوى العالم، بيعدي منه حوالي 10% من إجمالي تجارة البترول الدولية. إذن يعني هناك منفعة تعود. هو الباب الأول. أي سفينة تعدي من قناة السويس لازم تعدي من باب من باب المندب خليج عدن، وأي سفينة تعدي من باب المندب لازم تعدي من قناة السويس. أقصد يعني معني طبعا أكيد معني من هذا السؤال أن في منفعة مادية تعود لأي دولة، إذا كان حضرتك ذكرت إيران فواضح أن فيها خيرات كثيرة اليمن. بالتأكيد. غير انها فيها خيرات، احنا بنتكلم على انها الثروه الموجوده في موقعها الجغرافي ايضا بتتركز في الجنوب وفي الشمال في محافظه مأرب، الغاز والبترول هو ده كل ثروه اليمن، بنتكلم في وشويه سياحه تاخد بالك، انما اهم جزء موجود في اليمن اللي هو موجود في الجنوب، اللي يعني ايه جنوب؟ يعني عدن، حضرموت، ابيان، شبوه تاخد بالك، دي كلها محافظات المكل، دي كلها محافظات المخا، دي كلها محافظات الجنوب، وكلها فيها مواني بتتحكم في تجارة العالم، ممر دولي مهم جدا استراتيجي بالنسبة لدول الخليج وبالنسبة للبحر الأحمر، فهو منفذ البحر الأحمر ومنفذ محيط البحر العربي ومنفذ البحر المتوسط. يعني الشأن الداخلي، يعني المواطنين يعانوا من نقص في الغذاء، نقص في العلاج، نقص في الموارد الطبيعية، خلل يعني كبير. كيف سيتم التعامل مع هذه الأزمة الخاصة بالسكان؟ التعاون أولا بالنسبة للسكان، إذا كان
السكان وفقا للتقارير الدوليه اكثر من نص السكان تقريبا في حاله عوز، سواء عوز طبي او صحي او غذائي اللي هي مقومات الحياه، ان يكون موجود على وجه الحياه. حتى الموظفين زي ما اتكلمت في بدايه الحلقه ما بيحصلوش على رواتبهم، ما فيش موظف بيروح يبقى مرتبه خارجيه، فبالتالي المواطن لا يعر اي اهميه بالنسبه للقوات الموجوده، بالنسبه للاطراف الموجوده، الاطراف السياسيه. عدم المواطنين الموجودين هم يريدوا السلام، يريدوا السلام والاستقرار. ما فيش حد عاوز سلام ولا عاوز استقرار للحكومه الشرعيه طبعا اللي بتدور على مصلحه المواطن طبعًا. ولكن ايديها مبلوله، لان ايديها مش ممتده لليمن كامل، ايديها مش مسيطره على كل المنافذ الاقتصاديه اللي موجوده، ميناء الحديده مش تحت ايديها، بعض الابار البترول الموجوده في الشمال مش تحت ايديها، بعض الضرايب مش في ايديها، بنك المركزي اللي موجود في صنعاء مش تحت ايديها، تحت ده كله تحت ايد الحوثيين. نعم. فبالتالي مش قادره تعمل انفاق، والسعوديه عماله تدعم، الام بتاعنا عماله تدعم بعض الدول. دعم مادي ام دعم عسكري؟ دعم سياسي، لا مفيش دعم عسكري، هي وقفت، مفيش تدخل عسكري حاليا في المملكه العربيه السعوديه او التحالف، انت واخد بالك، ولكن دعم مالي، انت واخد بالك، تجاوز عشرات المليارات منذ حدوث الازمه لحد النهارده خلال 9 سنين، اخرها الشهرين اللي فاتوا السعوديه اودعت مبلغ مليار دولار في خزينه البنك المركزي، وده غير المساعدات الانسانيه اللي بتروح منها ومن الامارات في صوره سلع وفي صوره معدات طبيه وخدمات طبيه وعلاج وخلافه يعني. اكيد طبعا. يعني كيف تتوقع الفترة القادمة؟ هل سيتم هذا الحوار اللي حضرتك ذكرته بين الأطراف، بين الحكومة الشرعية وبين الحوثيين، هل تتوقع أن يحدث نوع من الحلول خلال الفترة القادمة؟ والله المؤشرات بتقول أن في جهود جامدة قوية جدا للسلام، سواء جهود مبعوث الأمم المتحدة هانز بروندبرغ تاخد بالك، أو الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التقاء وزير خارجيتها ببعض الفاعلين الرئيسيين الموجودين في الشمال والجنوب اليمني، أو من خلال الوساطة السعودية العمانية، أو من خلال جامعة الدول العربية وتوصياتها في القمة الأخيرة المنعقدة في الرياض. كل ده المؤشرات بتقول إن في إرهاصات قوية جدا، أو في ضغط على الـ على الـ على اليمنيين لعمل التسوية السياسية، ولكن هو الموضوع ممكن، ولكن هو صعب. ليه؟ لان مكونات اكتر من مكون موجود دلوقتي في الصراع، حوالي 4 مكونات موجودين كاطراف الصراع الرئيسيه، فالتسويه تحدث ان ويرتهن ذلك برغبه الفرقاء اليمنيين على الوصول لتسويه عادله لمصلحه اليمن. ده كله بيرتهن على اليمنيين نفسهم. اكيد انا مش هقدر افرض سلام بالقوه، ولكن ده ان ما حصلش سلام والوضع بقى زي ما هو كده، تمام؟ ايه عارف ايه اللي هيحصل؟ المملكه العربيه السعوديه هترجع خطوه للخلف، هتمترس على الحدود بتاعتها، تاخد بالك، هتحافظ على امنها، طب هتسلح جيوشها، وهتقف تحافظ على قوتها، وهتقدر على قدر ما تستطيع ان توفره او تدعم بيه اليمنيين بشكل عام، هتدعمه على قد ما تقدر، تعمل تسويات بشكل منفصل مع كل الاطراف الموجوده، هتعمل ده. انما هي مصلحه المملكه العربيه السعوديه ان يكون يمن واحد، ويكون حدود واحده، ويكون حكومه شرعيه، ويكون جيش واحد، يكون انما ان لم يحدث ذلك اي دوله بتبقى حريصه انها تامن حدودها. فبالتالي هم الخسرانين يعني. اكيد بالنسبه للمباحثات، ولكن الوضع بالنسبه للحوثيين فرصه لليمنيين. اكيد الوضع بالنسبه للحوثيين ان هم زي ما حضرتك قلت بيسيطروا على اجزاء عديده وعلى حوالي 23 مساحه، ولكن كلها مناطق فعاله، وخاصه لانها هي مسيطره على العاصمه صنعاء، ومن سيطر على العاصمه بشكل او باخر فهو يسيطر على الدوله. اقصد ان يجب ان يكون هناك ردع قوي للحوثيين حتى يتراجعوا. ما هو الردع ده يتمثل في ايه؟ لانه ردع عسكري، والردع العسكري حصل في عاصفه الحزم وعاصفه الامل وعاصفه وما حققش اي نتائج ملموسه، غير ان حجم الحوثيين، حجم تمددهم، حجم انتشارهم، حجم انتشارهم في اليمن، تاخد بال حضرتك، حصرهم في المناطق اللي هم سيطروا عليها 22%. هي كانت مهمه عاصفه الحزم طبعا، انت واخد بال حضرتك، انما علشان ما فيش غير الجهود الدوليه، ما فيش غير الضغط الدولي، ما فيش غير العقوبات الدوليه فيما بعد. ولكن 9 سنوات والعقوبات الدوليه يعني ما لم تؤتي ثمرها، لان في عمليات تهريب بتتم من حول الحديد، لسه عمليات تهريب لاجزاء الحساسه ووسائل الاتصال الحديثه لتيسير الطائرات مسيره درونز اللي هي من غير طيار، ومعدات عسكريه وحاجات كده تم كما اعلن الحكومه الشرعيه، تمام، مسكوها بعض مواني عدن جاي للحسين. فبالتالي الحسين في ظل حتى مبادرات السلام اللي شغاله هناك مساعدات تصل، مساعدات عسكريه تصل، ولم تكن في ايران برضه في ظل ما ارهاصات كانت مصالحات 9 سنوات ليست قليله، فواضح ان فعلا في مساعدات خارجيه تصل اليهم.
والله هو الوضع التسع سنين الناس ما تستكترهاش، لان ده مش موجود، مش تسع سنوات مش هي الغريبه في عهد اليمن. طول اللي عمل اليمن لم يعرف الهدوء غير فترات بسيطه في عهد الرئيس علي عبد الله صالح، اللي هو على اساس انه حكم حوالي 33 سنه و 34 سنه، فترات بسيطه اللي الراجل ده عمل استقرار في اليمن، عمل سلام في اليمن، عمل بعد البنيه التحتيه ومياه صرف تعليم صحه، بدا يشتغل على الحاجات دي، انت واخد بال حضرتك؟ وان لم تكن كان في بعض المظالم ولكن كانت لا ترتقي تمام ان احنا يعملوا عليه انقلاب. فالانقلاب ده اتى زي ما حضرتك شايفه دلوقتي بصراع لا رغبه فيه. طيب اذا بالفعل تمت المصالحه وتراجع الحوثيين وتنازلوا عن الاجزاء اللي هم بالفعل بيسيطروا عليها، كم يعني كم سنه تحتاج اليمن لاعاده تعميرها واعاده بنائها واعاده الاستفاده بقى؟ حكايه الاعمار في اليمن ده لو شفت حضرتك من خلال التقارير المصوره ومن خلال وجود، انا طبعا زرت اليمن اكتر من مره، بالنسبه للمباني المنهاره والحروب ومخلفات الحروب مش كثيره بالنسبه لاي دوله ثانيه، لان هي كلها مرتفعات وجبال والمنازل والبيوت هناك تختلف شويه عن الموجود في عن الحياه المدنيه الموجوده في القاهره او موجوده في بغداد او موجوده في دمشق، ففي الخسائر مش كثيره. فعمليه اعاده الاعمار هتشتغل اعمار في البنيه التحتيه، هتشتغل اعمار في الصحه في التعليم، ويرتبط فتره اعاده الاعمار بفتره الاموال التي يتم ضخها لاعاده الاستثمار مره اخرى. نعم. يعني نتمنى طبعا استقرار في اليمن لانها دوله يعني عانت الكثير، يعني كما ذكرت حضرتك هي على فترات متقطعه بيعانوا من مشاكل عديده وبيعانوا ايضا من مشاكل يعني خاصه بالغذاء، وهذا يعني امر صعب جدا يعني نرى في بعض الدول الافريقيه، ولكن بيصلهم نوع من المساعدات من الامم المتحده من منظمات الغذاء ايضا، واعتقد ان اليمن يعني بيصلها هذه المساعدات، ولكن يعني من حقهم ان يعيشوا حياه كريمه. من حقهم المفروض على الفرقاء اليمنيين ينظروا لذلك، وبعدين ده سيدنا رسول الله قال عليهم كما يقال في الاحاديث، مش عارف حديث ولا حكمه، الايمان يمان والحكمه يمان. مش عارف اين توجد اين توجد الايمان واين الحكمه فيما يحدث في اليمن. لما يراجع احد من الفرقاء السياسيين الموجودين في اليمن ذاته لما وصلت اليه الاوضاع في اليمن، ألم يرتجف له رمش لحالات الوفاة الأطفال والأمهات والشباب الموجودين، أكثر من 400 ألف قتيل وأكثر من 2 مليون جريح وأكثر من 17 ألف محتاجين لمواد غذائية، غير الأعداد اللي هاجرت بالفعل، غير الأعداد اللي هاجرت سواء في بريطانيا أو في القاهرة أو في الأقطار العربية. تمام. فهم محتاجين لمراجعة نفسهم، لازم نوت ستوب، لازم يبداوا من اول السطر، لازم يرجعوا، لازم ينظروا على بلده. وبعدين اين دور القبيله؟ طول الوقت احنا بنتكلم عن اليمن دي قبائل، وان القبائل تروح لشيخ القبيله لازم ينصرك ينصفك، يعني القبيله اليمن دي كانت متكون 200 قبيله منذ ان انهار المخطط اللي حدث في اليمن، مخطط رهيب. اول عشان ينجح المخطط ده كانوا بيدمروا، وفعلا استطاع الحوثيين دول يدمروا قبائل حاشد، كانت اكبر قبائل موجوده في اليمن، تمام، كان بيرقصها الشيخ عبد الله بن حسين، انت تبقى حضرتك الاحمر، ومشايخ قبيل، كانت القبيلتين دول عاملين توازن في الدوله مع النظام الحاكم في البلد، فانهارت القبائل. اين دور القبائل؟ انا مندهش. اكيد. احنا بنشكر حضرتك جدا في النهايه الكاتب الصحفي الاستاذ محمد حافظ، طبعا الصحفي بالاهرام، شكرا جدا لوجود حضرتك النهارده، وشكرا جدا لكل مشاهدينا على المتابعه، وان شاء الله يتجدد اللقاء.